قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة تشاور هو والصحابة في العمل الذي يعملونه لاجتماع الناس للصلاة، فقال بعضهم: توقد نار على جبل، قالوا النار للمجوس. قال بعضهم: يستعمل البوق، البوق الذي ينادي به فيمدد الصوت. قالوا: البوق لليهود. فذكروا الناقوس الذي يعمل به النصارى، فكأنهم استحسنوا الناقوس، فحصلت هذه الرؤيا لعبد الله ابن زيد رضي الله عنه، أنه رأى رجلا معه ناقوس، والناقوس هو الذي يستعمله النصارى في كنائسهم. فقال: أتبيعني هذا الناقوس؟ فقال: وما تعمل به؟ قال: أنادي به للصلاة. قال: ألا أعلمك كلمات هي أحسن؟ فعلمه الأذان. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال: إنها رؤيا حق، هذا فيه العمل بالرؤيا، وأنها إذا وافقت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بها. الرسول أقرها صلى الله عليه وسلم، فوافقت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على اختيار الأرفع صوتا للأذان، فمن كان أرفع صوتا من الناس فإنه يختار للأذان لأنه أبلغ. نعم، أحسن الله إليكم. وفي بعض رواياته عند أحمد: ثم أمر بالتأذين، فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فقال: فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فقال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. نعم، هذا بلال بن رباح رضي الله عنه، الصحابي الجليل، بلال الحبشي ومن الحبشة رضي الله عنه، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليلقي الأذان لنداوة صوته رضي الله عنه، فكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ألفاظ الأذان 15 جملة، ثم وألفاظ الإقامة. فجاء النبي، جاء بلال، النبي بلال كان يؤذن للناس، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل وقت الإقامة فيؤذنه بالصلاة، فيخرج صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس. جاء في يوم ليدعو الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم. فصارت من الأذان هذه اللفظة في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا على ذلك. نعم. قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. وعن أبي محذور، ابن المسيب هو سعيد بن المسيب التابعي الجليل، هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما من بني مخزوم، فسعيد بن المسيب من كبار التابعين. وفي هذا الحديث، نعم، فأدخلت هذه الكلمة، أن هذه الكلمة: الصلاة خير من النوم، أدخلت في الأذان، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرها، فصارت من ألفاظ الأذان لصلاة الفجر خاصة. نعم. وعن أبي محذورة قال: قلت: يا رسول الله، علمني سنة الأذان،
فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم، حديث أبي محذورة فيه أن من ألفاظ الأذان في الفجر خاصة: الصلاة خير من النوم، لأنه وقت نوم والناس ينامون. نعم. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الله إليكم، قال: علمني سنة الأذان. هل فيه مشروعية أحيانا أن يطلب الإنسان ما فيه الفضيلة وفيه الأجر من الأعمال كالأذان وغيره؟ نعم. يعني هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الأذان، لأنه كلف بالأذان، فهو يسأل عما يقوم به. ما يقوم به. نعم. أحسن الله إليكم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم تعود فتقول: أشهد أن محمد رسول الله. قالها مرتين، ثم حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تكبيرات الأذان 15 جملة، ويزاد عليها في الفجر: الصلاة خير من النوم. 15 جملة يزاد عليها في الفجر: الصلاة خير من النوم. هذه ألفاظ الأذان الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.